السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواصلين وياكم من منطقه الشعله وتحديدا بلديه الشعله، اللي دائما ما بين فتره واخرى انه تطلق حملات لرفع التجاوزات وما شابه ذلك، خصوصا انه ماكو تعويضات بالوقت الحالي والشعب العراقي كله يعني مل من الوعود. فاليوم اغلب اهالي البسطيات اللي موجودين بسوق صنعاء احتجوا اليوم بوقفه احتجاجيه امام بلديه الشعله من اجل المطالبه بحقوقهم، رغم الوعود انه ممكن هناك يكون يعني بعض المحلات وما شابه ذلك. فراح نشوف الناس وراح نشوف المحتجين. خليكم معنا. سوق صار له من 2003 لليوم، سوق صنعاء، سوق صنعاء منطقة الرحمانية، وهذا السوق الوحيد اللي هو بالرحمانية. يحد السوق مدرسة واحنا مفتحين بظهر المدرسة، منا ساحة طابة ومتنزهات وبيتين وبموافقة البيتين. يعني بس بيتين باقيينهم؟ فقط بيتين وبموافقة البيتين، وهم جاي يسترزقون عندهم بسطيات. تمام، بين فترة واخرى تجي التهديدات بالازالة. ادري هاي الشباب ارزاقها 400 نفر او 400 بسطيه بلاش هينه، على قولته واحد من اخوتنا الرصيف اغلى من ارزاق العالم مثلا. هسه اليوم واقفين بباب مديريه بلديه الشعله نطالب توفير بديل، ما طلبنا فد شيء. سمتم اليوم كانتكم لقاء مع احد النواب، شنو اللي صار؟ وعدنا خير، قال يتوقف الامر لحين. اكو ورقه يعني؟ اكو كتاب مستمر؟ اكو البارحه اتصال هاتفي بينه وبين الامين، قال له ما راح احنا ناخذ العفو ناخذ كلام من سياده يعني النائب. كلام اخذتوه راس مال؟ اخذناه راس مال باكر باكر عقبه. احنا واقفين قدام حج حسن باكر عقبه، هو باكر عقبه اذا صارت تهديدات احنا رايحين للحج حسن. اخذنا منه كلمه بان انا تدخلت ووقفت الموضوع مثل ما صار بسوق الساحه. احنا بعدنا شباب متظاهرين، يجي باكر مثلا اجانا ازاله رجعنا نفس الشباب، ما 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 عندنا بدي شيء. احنا نطالب بالبديل، احنا نقول ما يخالف البديل. قال اكو بديل، هو اكو على اساس اكو 2000 محل، اكو شي مشروع، قال 2000 محل على اساس ايش قابلين؟ لا احنا يكمل المحل يكمل البديل يلا نشيل، ما نشيل هسه قبل لا ما نقدر، لان احنا ملينا من هاي السوالف، احنا ملينا. بس لا ما احنا شوف احنا هاي مال نسوي ونسوي ونسوي، احنا هاي احنا قلت لك احنا من ذاك الوقت لهذا الوقت. احنا هسه اخذنا حشايه وهم خلف الله عليه الرجال، اخذنا حشايه ونبقى بمكاننا. اللي اكو بديل احنا ويا الدوله، احنا ويا الدوله اكو بديل، احنا وياهم. الازاله موجوده بس احنا شنو ما نشيل، يكمل البديل احنا موجود في حال لا يكمل البديل. طبعا طبعا هذا شيء اهم. اريد اعرف حجي تفضل هنا، اريد اعرف اعداد الموجودين هناك اللي يسترزقون. احنا ما يقارب اكثر من 500 محل زين تقتات على هذا السوق، سوق صنعاء اكثريته من الناس الفقراء البسطاء، وموجود عندنا الخريجين موجودين عندنا وشهادات موجودين. هو تفتيحة السوق هذا كلته يمكن باليوم 3 ساعات، فتح بالاربع بس العصرية من 4:30 لحد الساعة 7:30 نعزل زين، وكلها عالم بسطاء فقراء. هاي واحدة. ثاني شغلة المنطقة الرحمانية والجوادين ما بيها بس هذا السوق، وما متعدين على احد. يحد السوق ملعب لا هو يحده ملعب ومتنزه، ويحده بداخل السوق بيتي ثلاثه وهم سامحين للعالم فتبي على باب الله. فاحنا مو ضد القانون، احنا ويا القانون حقيقه، بس احنا نريد بديل لهاي العالم البسطاء. تعبنا من المناشده، اليوم هي مسؤوليه الحكومه، لازم توفر فرص عمل للمواطن بوقت بوقت غلاء معيشه وارتفاع بصرف الدولار زين وركود اقتصادي. والعراق ده يمر حاليا بثلثين بطاله زين. هاي العالم وين تروح زين؟ تطلع على الطريق. انتم هاي الوعود تثقون بها؟ والله ان شاء الله وعود خير ان شاء الله. واذا تهددنا مرت الاخ، احنا اذا تهددنا مرت الاخ راح نرجع بنفس هذا ونطالب الحكومه لحد ما يلقون لنا البديل. احنا مع القانون ضد القانون، بس نريد بديل، لازم بديل، والحكومه تحس بهذا المواطن الفقير ومعاناته زين. يلا بس
احنا مع القانون وانتم مع القانون، احنا كلنا مع القانون، لكن اريد اعرف القانون اليوم وياكم؟ لا والله ما نصفنا حقيقة، يعني هسه احنا اهل المنطقة، بالنسبة لي هسه انا من وجهة المنطقة اجينا، وهاي اكثر العوائل جايين في سبيل احنا المتنفس الوحيد لهاي المنطقة، والناس تأذت، وهاي الشباب يعني حقيقة عاشت بذلة توسل. قبل 4 سنوات احنا نفس الحملة اجينا، وجينا والتقينا بالمدير ووعدنا، وعدنا مستمسك عليه ايش قال؟ قال الا اسويكم بديل يلا شيلون، واذا هسه فاجأنا بهذا، يعني نكر المعروف احنا وياه، نكر المعروف احنا حتى النواب دائرة 11 نكر المعروف، رحنا لهم تنصتوا اول مرة وعدونا، ووعدونا احنا بان احنا هذا السوق باقي، لان السوق هو فرعي ما مأثر. القرار شو يقول؟ يقول الشارع العام، هذا شارع فرعي منه حديقة، اصلا ما مأثر حتى على الحديقة. فشي حتى جت يعني علي صيفت تعجبت، قالت هذا فرعي، الناس حتى النائب اللي يجي بس تعبوا، النواب هو يكتب شكلهم ما يكتب، بس احنا نعتقد اعتقادنا هاي شغله شخصيه، يعني مو شغله شخصيه بينه وبين السوق، يعني شلون الشغله الثار يعني هذا، يعني احنا شو نقول؟ احنا مدير البلديه، احنا القانون شو يقول؟ القانون يقول ما يبقى اكثر من 3 سنوات، هو صار له بال5 سنوات 7، شنو امين بغداد تبدلوا 4 وهو باقي بالشعله، ليش هو باقي؟ شنو سوى؟ هذا الرصيف هسه اللي قدامك، هذا الرصيف كل شيء ما بيه، ذاك اليوم سووه، يجي يشيله ويطلع بالاعلام انا جاي اشتغل، احنا هاي ما يصير، احنا اهل المنطقه نقول شيء ملموس، ملموس، احنا بنيه تحتيه هي من الدمره، انا يسوي لي هو الامين الفاشل يسوي بنيه فوق التحتيه، وانتم تعرفون مثقفين، احنا ايش نريد؟ نريد لو بديل، وبديل ماكو، هذا اكيد بديل ماكو، لو الناس هاي تعيش بدون ذله ورحمه لوالديكم، وصلوا صوتنا لكل مسؤولين، كل شريف ان يساعد هاي الشباب، شباب انضرت بعد الغلاء والتعب والهذا وانضرت، الله يخليكم، احنا مشكورين يعني قناتكم وحضرتكم توصلون صوتنا وصوت الفقراء، والف شكر عيني. احنا ما يقدرون يفشونا غير اكو بديل لازم يسوونا، غير يبدلونا يبنونا محلات واحنا نشيله، صح ولا لا؟ احنا هذا النائب من جانا، احنا انتخبنا، هذا دوره هو يساعدنا، احنا نواب دار خذلكم نواب، احنا لازم نروح نائب ونائبين، هواي نواب بدار 11 عالي صيف وغيره، احنا لازم هذا دورهم اصلا النواب، مو يجي يصور لي شويه وهاي والله انا سويت، انت شوف لك شغله، شوف لنا بديل يلا شيلنا، مو هيك انا بس وعد بالبديل، وعد بالبديل، بس احنا نريد شيء، اريد اعرف مدى ثقتكم، اريد شيء ملموس، احنا طبعا هسه ما نكذب، احنا اول مره نشوفه هذا يجي هنا هسه، اول مره نشوفه يحكي، لين صارت هوسه اجى حكي، لا احنا لازم يحكي كل يوميه يجي يشوف الفقير والمسكين، بس وش تحكي بعد؟ ما تحكي، هم احنا انتخبناهم 4 سنين ونرجع هم ننتخبهم نفسهم ما يتغيرون. مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم، راح نشوف ايضا اصحاب المحلات اللي موجود بالسوق والشباب اللي لغايه الان يعني ما قبضوا غير بس الوعود، واحنا هاي الوعود يعرفها لربما اغلب المواطنين، اغلب الشباب اللي موجودين، انه الوعود دائما ما ياخذوها بالعراق لكن ما تتنفذ. متواصلين وياكم، خليكم. مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، واحنا الان من سوق صنعاء حجينا، احنا بدايه يعني السوق هسه اللي عرفته منها منتزه نعم، ما له اذيه، لا ما بي، هو سوق قديم وهذا الشارع ميت متروك، يعني هسه الصبح ما يفتح، ها؟ لا ماكو، الساعه بال4 نفتح، الساعه 7 يعزل السوق، يعني ما يتاخر، مثلا هو سوق عصري لا بي مثلا خضر لا فواكه لا غيره، سوق ملابس عصري، ساعتين او ساعتين ونص ازي شيء 3 ساعات عصريه، يعني عصريه بس عصرية، ماكو يعني بالنار، ما العصرية لاحقينكم عليه، على العصرية على الساعتين هاي لاحقين عليه. وبالنسبة اللي كانوا موجودين مدراء البلديات اللي جو، ما حد حش، ما عدا أستاذ علي الساعدي، ما حد عارف، أي واحد ما عارف ليش علي الساعدي قاصدكم، يعني هو لا العفو، هو يقول أنا بالنسبة لي أريد أفتح، إحنا تحياتنا له يعني وحق الرتم مكفول، بس أنا أكثر من مرة يعني جاي أشوف حتى موضوع القرية، قرية نعم، يعني ليش مثلا غير اكو بديل؟ هنا بالنسبه للقريه اكو شارع قديم
فهم على مود هذا الشارع يقولون احنا لازم نفتح هذا الشارع من الرحمانيه للغزالي، وهذا عليه بيوت. حساب الناس حساب هاي بعدين بالدوله، يعني ايش يسوون؟ مساله قريه هسه مع السوق. نعم في هاي قريه وهذا سوق، هو كلها بالنسبه للسوق هذا سوق والقريه قريه، هي كل هذا وين يعني الشعب هو كل. انتم بدل هاي الفلوس المليارات اللي يذبون بها ارصبه وغيرها اسوي بها شقق، اسوي بها شقق سكنيه للعالم. ليش يا اخي؟ والله هذا ايش قد مثلا نقول 10 مليارات او 5 او كم شقه تسوي؟ ما تكفي للقريه يا اخي؟ ما يصير يعني هاي الحكومه لازم تنظر لهاي العالم. يعني انتم الحكومه لما انتخبتكم الشعب انتخبكم للانتقام منه لو لغرض راحته الحكومه ويانا لو علينا؟ لا ضدنا الحكومه، هاي الحقيقه. الحقيقه الحكومه ضد الشعب، حكومتنا ضد الشعب مو ويا الشعب. انا اقول لك كانوا كل الناس مو بس انا احكي، هاي الحكومه مناشدات المناشدات هاي ملت منها. وين المناشدات؟ بدجله دخل يطول ما يخلي يسوون مي للعالم. هذا دجله مو نشف البارحه الشباب يتمشون به، سووا سدود هاي المليارات ذبوها سووا سدود وفيدوا البلد بالمي. من ازمه لازمه، ازمات مو ازمه واحده، ازمات خلوه جابوا الشعب كله ازمات وعذاب. مرات شو اقول؟ نعم اقول يعني هاي الحروب اللي تصير بالعراق مرات هي الله يبعدنا عنها ان شاء الله، بس يعني شوية تنتهي هاي السلطات المتنفذة تنتهي بالعراق. هي منو سببها؟ سببها من لا الحروب منو سببها؟ سببها من الشعب لو الحكومات؟ حكومات سببها كل الحروب اللي تبدو بكل العالم سببها الحكومات. بالنسبة للعراق وغيره وغيره وأوكرانيا وغيره وروسيا كل الدول العالم تبدو منين؟ تبدو من الحكومة مو من الشعوب. الشعوب شنو ذنبها؟ مغلوب على أمرها. احنا قادرين عليه وخضنا عدة حروب بالعراق ما شاء الله فودتنا، بس حقوقنا وين؟ حقوقنا قدمنا دم وقدمنا شهداء وقدمنا تضحية وما زال لحد الآن نقدم. اليوم احنا ندور على قوت نعيش به. الدولة عذرناها نقول مشلولة عازة ما تقدم. احنا لقينا البديل. ماكو دولة اليوم بالعالم أرقى دول العالم اليوم اللي هي سابقتنا بألف سنة ضوئية عشوائيات وبيها تنابر رحم الله والديك وبإشراف الحكومة وتوفر الفرص الدولة. ليش؟ لأن حتى تخفف الكاهل على الدولة بتوفير فرص عمل للمواطن، لأن الدولة ما تقدر اليوم توظف العالم كليته. زين هسه احنا اليوم يعني ولو اقطع كلامك بخير، يعني الجهات المعنية والحكومة محترضين محتاجين وهواي عندنا موظفين. زين انت هسه هواي عندك موظفين هواي عندك عاطلين، هسه العاطل الخادم نفسه بنفسه ما تخلي، لا استاذ اللي يشتغل ما تخلي، ابو الرعايه اذا عنده بلازمه ما ينطوا. لا استاذنا اليوم اخذ نحسبها انا كحساب، اليوم حتى الموظف اللي راتبه من 650 وجوه 700 يعتبر عاطل. ليش؟ اذا اريد اقسمه اليوم على الدولار ما يصرف له، اذا ايجار بيت اليوم اقل ايجار بيت مو بيت 40 متر، وكلنا احنا هاي المناطق الشعبيه يمكن نسكن ب 40 متر وامك وابوك واخوتك وهذا كلها وياك. زين اقل ايجار هذا ايجار 400 450، زين هذا اللي راتبه 650 شو يبقى له شلون يعيش؟ حتى هذا هو عنده فرصه عمل ما بعد الدوام جي يشتغل. يعني احنا عباره عن نشتغل من الصبح لنص الليل في سبيل نوفر لقمه خبزه ناكلها احنا وجهاننا. تجي البلديه بكل بساطه تزيلك، ما يخالف انا وياك ما محترم ما عنده اعتراض، اعطيني البديل. زين انت جيت بظرف، الظرف هذا مو اليوم تجيني بي لازم، اليوم عندي انا ركود اقتصادي مو على العالم، اليوم عندي موازنه ما قررت، عندي غلاء معيشه، اليوم عندي صرف دولار 150 للورقه، تمويليه تتاخر، للورقه تموينيه ماكو. زين وانت جاي تحارب من وين روحاني؟ انت احكم عليها بالاعدام احسن، تعال شين الجني احسن وخلص. زين لازم توفر للبديل، انت مطالب اليوم مو مناشده، مسؤوليه الدوله، اي مسؤوليه تخدم المواطن، مسؤوليه الدوله ايجاد بديل للمواطن. المواطن مو يقول لازم يعيش عيش كريم. وين العيش الكريم؟ بس هاي وين العيش الكريم؟ وين اريد عيش كريم على البسطية ولا حق العالم؟ ما عندنا عيش كريم والله العظيم. احنا من قبل العيد عيد رمضان ما قبل لحد هذا اليوم خايفين وكاننا مرهابيه، خايفين وكاننا مرهابيه، اجوكم راح يفلشوكم. اصبحنا اليوم مطاردين. هاي الناس الاشراف اللي عايشه على قوتها اليومي ناس اشراف ما تتجه لغير طريق. زين عايشين بشرف ومكادحين، الريد ما تتجه لغير طريق، عايشين بشرف. اليوم احنا خايفين. تصور انت لحد ما حد يقدر يسوق، ما حد يقدر يسوق بسواق، ليه نخاف من التفليش؟ اليوم راح يفلشوكم باكر طبولكم، اليوم فلشوكم باكر طبولكم.
ولذلك هسه محلاتنا اللي تبوع عليها فتح لك اياها كلها فارغه. هسه محلات معزه بس ارد اعرف اعدادها ايش كم محل تقريبا؟ ما يقارب اكثر من 500 محل موجود هنا، اكثر من 500 محل. 500 عائله. كل محل باثنين، كل محل باثنين. 1000 عائله. 1000 زين قسم ابو الشاي اللي يجي يشتغل هنا، ابو المي. الناس تم خادم الناس، هاي الناس تجي ابو الستوت. عندنا هواي خدمات هنا، عندنا إعانة الفقير، السلة الغذائية تطلع من هنا. خاف يردون بالهم مثلا هذا الموقع استراتيجي يسوونه موقع. ثاني شيء هو حتى إذا فلشوه ما يستفادوا من عنده، هسه أنت شفته شارع متروك لحد الآن تحده، يحده متنزه على طوله. ما مضايق عملية السير، عاد الناس تمشي وتطلع. لا لا هو حتى لو يشيلون المحلات اليوم يبقى هذا الشارع الفرعي مزدود. يعني ما يستخدم، ليش؟ لأن عندنا بهاي الجانب الأيمن هسه راح نفوت من يمه، عندنا مدارس. فهو هذا مسدود، احنا ما عندنا معارضه ويا المدارس. المدرسه تداوم وتعزل، احنا ما نفتح وياها. منا لمن يعزلون. زين، فاحنا ما عندنا معارضه، اليوم احنا نطالب المناشده، المناشده تعبنا من عندها. لان اليوم معاناه الشعب العراقي كله يناشد. كل مواطن اليوم تلقاه يناشد. طقت بلاعيمها المواطنين، طقت بلاعيمهم. يعني مو هذا المواطن، انا من حق اليوم. اليوم اللي تطلع عليه تقول متجاوز، عيب كلمه متجاوز. انت متجاوز على حقوقك. انا ما جايك من برا. انت متجاوز على حقوقك. لا والله انا ما جايك من خارج العراق وجاي اتجاوز هنا، انا من حقي. يعني هذا الرصيف باعه، هذا الرصيف له كرامه، والمواطن العراقي ما له كرامه، ما له كرامه، ما حد داعي بيه. زين، هذا كان مكب نفايات، هذا نظفناه ايام وليالي، وهذا يلا سويناه وتعبنا عليه، وبعد ما شيدنا وسويناه سوق صار له 19 سنه هذا السوق. بعد ما هذا اي 19 سنه راجع دكتور راجع. يعني الرصيف اليوم له تقدير واحترام، واحترام اكثر من المواطن. اي رصيفي اهم من اهم الف قاط من واحد. اي هذا ينظفه. هذا هسه انت لو شايف هذا الرصيف اللي شاله، لو شايفه المقرنص اللي بيه، هي زلغ ما بيها، قطعه ما بيها. انت بدل ما تشيل هذا الاولان وتجيب غيره ونفس الشغله، اخليه نفسه وبلط بيه الشارع. المبلغ اللي اسوي بيه اشيل المقرنص الاولاني واخلي غيره، ابلط الشارع بيه. شوف الشارع هسه، هذا الشارع اهم من الرصيف، اهم. لا هم اليوم مطين اهميه للشارع وللرصيف اكثر من ما مطين المواطن. اي عادي هذا الشيء ما نقبله. لا لا مقبول بالنسبه للحكومه العراقيه. كل المواطنين ما مقبول، لكن بالنسبه للحكومه العراقيه مقبول عندها كل شيء يأذي البلد ويأذي الشعب مقبول، بس شيء يفيد الشعب ما مقبول. هسه وبعد ولا يوم القيامة بالنسبة لهاي الحكومة، هاي الحكومة أغلب الجيعان استثمروها، هاي فنادق وبعضها راحت. انت هسه هم استفادوا بها، بس المواطن ما مستفاد. وهسه أي واحد يحكي ويقول لك أنا شكو عندي، وهم باقوا المليارات ما خلوا للشعب دنانير، ما خلوا لها، باقوا المليارات كلهم. هذول مليارات يبقون بها ويقولون كل شيء ما ماخذينها، احنا ما عندنا. هذا يقول ما عنده حصة، واحد يقول ما عنده. هذا يبيع جداحات، الرجال باع جداحات يبيع يفتر بالشارع. اقول انت جنابك هسه مدير، من تفتر على الغرب راح تباوع النقل خلال 6 أشهر 4 مرات. لبستوا حالات فساد؟ احنا بقدر نقول، احنا نقول مخالفه للضوابط والتعليمات. يعني نقص رقم عندي مكان قبل الاثنين واحد بس. احنا المفروض رواتبنا على ماستر كارد ار تي بي اي بالدائره، ايش عجب التقاعد من يسووه؟ ما عندك راتب راح تاخذ راتبك. انا من اريد ادقق الجنسيه مالتك، صفحه سجل مو قبل الدفعة وبعد الدفعة تجري عملية التدقيق المتقطعة. غير كتبت عدد الأفراد من 8 إلى 10، شو عدة تفقيس؟ البارحة جينا نت ماكو، هسه جينا نت ماكو، يعني شنو السالفة؟ نفس الموضوع. جاي نجي منك واللي جاي تعبانين. المنها تعلمت كل ما ردت شيء
استاذ علي؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شنو اخبارك؟ مشتاقين؟ تشتاق لك العافيه. طيب ماكو هالايام؟ والله لا موجودين ان شاء الله. اكو برنامج جديد؟ ان شاء الله اكو برنامج جديد اسمه المهلهل، انتظروه على قناه الايام بحيل الله انت وسيد المجال ان شاء الله. الف تحيه لك. انت اللي تريده من المسؤول شو تريد من عندي؟ شو بدنا انت بس تعيين؟ قول التعيين التعيين التعيين. حمودي ايضا شاب طموح يتمنى انه يلقى له وظيفه بالحكومه. تعيين 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 تعيين. أنا كمواطن حالياً أريد أوفر مستقبل لأولادي. يوم إن شاء الله أشوف نفسك بأحد الدوائر وأنت جنبتك وكشك تروح وترجع. إحنا جينا نوصل صوتك للناس اللي قاعد يشاهدون اليوم كله. إحنا إن شاء الله يوصل صوت الشعب. تعال نسجل في شارع بيت شباب. ما شاء الله سيدي قلنا شطير. هذا ابني بعمي ها، وهو كل السوق. شوف كل السوق كله ساعتين ساعتين، صدق وامن. نظافه وحراسه ها، اي زباله يكرم السامع ماكو، ونظافه ونظام، حتى مخلين مراقبين على الحراميه وعلى البواقي. ها عيني والله العظيم، هاي العالم كلها خريجين، ناس قاعده بالايجار وناس تعبانه. ها عيني، والله معيشهم، الله، وهذا السوق، وانا وهذا ابني وغيره وغيره وغيره. ابني يبيع مي وانا الم كراتين، مني يعزلون، الم الكراتين وابيع الكيلو 180 دينار ها، اسويهن بعشره بخمسه ها، حتى اصرف عائلتي. هذا السوق سوق مرتب، وشنو ذنب العالم؟ شنو هذول كلهم عوائل عتوم، ناس متزوجين. هو بالنسبه للشارع سر ما مثل على واحد. الشارع مو يمه، ما مثل، صدق وامن. ليش يعزلوهم؟ ما اعرف. احنا ويا القانون ها، ضد 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 المخالفه، صدق وامن. احنا ما نقبل. وذا القانون ضدك شو سووا بعد؟ هم والله القانون ضد مشكورين. القانون احنا شو نقول حجي؟ نقول القوانين اللي ما تخدم الناس لا خير فيه. يعني انت من سويت دستور ومن خليت قوانين، اذا ما تخدم المواطنين من تخدم؟ لا تخدمهم الحكومه فقط. هيك هاي العالم، هاي الملايين تقبل ما تقبل، والله العظيم بالنسبه للحكومه العراقيه تقبل ما تقبل. شوف روح، هاي الشباب ليش هجت؟ هاي الشباب ليش راحت من وراء الظلم مال الحكومه؟ هاي الشباب اللي انهزمت هسه دول العالم. العالم هسه تجمع هذا الخليج، الخليج يشتري ناس، يشتري ناس ويجنسها. أنا العراق، الحكومة العراقية تطرد ولدها ها؟ يشتغل هنا راتبه 5 أوراق 6 أوراق، ويطلع ابن الخايبة إذا روح يتوظف بالدولة ب 200 ب 250 ألف دينار. بنغلاديش راتبه 5 أوراق
خمسة اوراق يعني يطلع ما يقارب تقريبا 750 الف دينار. والمواطن العراقي المواطن تبي السوق ما تطلع حسب الدوله، ابن الدوله يطلع يشتغل ب 250 ب 300. زين احنا اليوم عندنا بطاله ثلثين العراق بطاله، زين انت تستورد لي اي عامله من بنغلاديش تجيب لي بالملايين؟ زين هسه انت شنو مثلا العراقيين شبابك ما مشكله احنا مثلا لا والله هاي طامه كبرى هاي. دقيقه نعم. اكو شيء اخر هسه المصري اللي عاش بالعراق بزمن صدام حسين اللي اجوا هنا يشتغلون وكسب ما كسب وراح يشترى عمارات يقولون نسوي له تقاعد. اي والعراقي يطبق مرض، انا عمري 65 سنه تقاعد محشور. لا العفو ما اقول لك 65 رعايه ماكو تقاعد ماكو وانا اللي اتدمرت. هو يعزدوك الخمسينات يعيش ايش هذا يعتبرني انا حاربت حرب عمر يخلصيش حرب عمر. يظلمني ليش انت دخلت حرب يظلمني مو ليش دخلت حرب انت بالنسبه للخمسينات كل شيء ما يطوم حتى رعاية والله ما يطوم رعاية اجتماعيه ما يطوم لان انت حارب الدول الجوار هذا مقبولها بس تظلمني انت تظلمني انت ليش تظلمني انا خليني عايش احسن ما تسيء هاي الشباب هاي اساءة احسن لو الاحسن تشتغل كسب هنا على باب الله ويستفاد لمصرف ولاصفاله ليش يظلمون الناس وتخلوها دايحة بالشوارع والسجون بيها بالسجون تلجأ الى امور اخرى كريستال وحشيشة تبيعوتهم تلجأ الى هذه الامور الله يبعد الشباب ان شاء الله. اكو ايش تفكير هسا انا كشاب انا عمري 30 سنة كشاب صار لنا 4 ايام من جانا موضوع الازالة انا بهاي الاربع ايام ما نايم كفيلك هذا الله ما نايم وين اتوجه وين اروح والله العظيم انا عدت 3 جهات زين تعال وين تروح للشورجة مثلا حمال بعد مو البينا وشورجة هي قاعدة انا شركة كبالشورجة الشورجة قاعدة وين اتوجه مثلا اكو يجي تفكير ببالي اشتغل لو اقطع طريق مثلا لو اروح لو كريستال انت ليش تجبرني هيك ليش تجبرني تربيتك اصيل انت اعطيني حل انا كشاب اعطيني حل زين تروح للرعايه الاجتماعيه يقول لك والله انت شاب يابي راح معلق اعطيني فد شغله انا اشتغل بيها اعطيني شغله اشتغل بيها وفر لي افتح لي المصانع افتح لي مصنع اعطيني شغله هاي هالمصانع هاي الضاله افتح لنا مصنع افتح المصانع شغل هالشباب هاي اي والله هنيا لا انت مسوي تقدير للرصيف وعايفني انا كمواطن وخلف الله عليك لا شكل لك هذا رصيف ببخت مبخوت تعال برا تعال برا هذا رصيف ببخت السلام عليك احنا الرصيف كون يحكي مبخوت عن والله اريد احاكي اريد اقول له مثلا انت جاي دافعون اكثر منه اي والله العظيم انا خريج 2012 الشباب اللي موجودين بالسوق والله احلف عليهم واخليك تطلع عليهم جامد كلها اصحاب شهادات احنا اليوم بطلنا الكهرباء ما نريدها والمي ما نريدها الصح على حسابنا الكهرباء على حسابنا كل شيء على حسابنا المدارس على حسابنا زين التعيين ما نريده احنا جايين نشتغل زين انت اليوم انا من مفتح محل تجاوز انا مو مجبور انا شنو ملياردير مثلا تجاوز هي هالقاع اصلا ما هيك خلينا هيك انتوا القوانين اللي تطبقوها القوانين اللي تطبقوها تنسون العيش الكفيل يعني هذا يكفي حق المواطن وكل شغلات ما تخدم زين ما تخدم انا اليوم قاعد استرزق كسا جايتني دعوه ليش والله اكو شخص هنا عنده 8 وامه وزوجته برقبته زين هسه هو بالسجن ليش سجنوه عنده محل تجاوز قام رئيس الوزراء حكي كان واضح وصريح التجاوز ممنوع انشاء مو لو لا هاي وحده قام يستخدم وسيله شنو هي وسيله الضغط انه يستخدم دعوه على كل شخص اخذ اقيم عليه دعوه ما يطلع مدير البلديه العامه ما نعرف احنا هي الامانه جاي تجينا دعوه باسم الامانه ما نعرف يا شخص زين ينشال الشخص يبقى بالسجن ينشال المحل مالته ومصدر رزقه يلا يطلع ويمكن ما يطلع انت ويجون وياخذونك ويسووا تعهد ويخلونك بالسجن من تطلع تحترم شيء بعد احنا القانون نحترمه قصدي على القانون يعني انت بعد ايش قرارات تحترمها انت شو ما جاي ما تعرف الصدق وين الوضعيه كلها كراهيه هنا شغله ترى مو احنا مو نحكي بس هنا القضاة شلون القضاة شلون يقبلها على نفسه وماكو قرار قاضي
هو العدل من وقفه؟ القاضي. إيه قرار القاضي موقفه. شفتوه بعينك؟ لا القرار القاضي مو مسألة مو بالسوق. قرار القاضي هسه هو أبو مالك. هي قصدي من يجون يأخذونك من المحل. أخي هو حتى الشخص اللي يتوقف يأمنوا أمانة، هم ما عندهم سجن. بس أنت تعرف العلاقات هسه أنا يعني عندي علاقات، بس صاحب المنصب علاقته تصير قوية، مو مثلك ومثلي. زين احنا اليوم مهمشين، تريد توصلنا مثلا هسه انت حتى الحيوان جلك والله يعني من تعصر حيل احنا يصير عندنا ضغط والشباب دمها محترق. احنا يجوز احنا بهم البركه خلوقين ومتربايين وجاي يسمعون كلامنا، باكر عقبه من يوصل لمصدر رزقه من يشوف انه ما يقدر الاعناق ولا ما يقدر، اذا ما يقدر يعين عائلته ترى شخصيته تروح، واحنا الفقير ما عندنا بس كرامتنا، اذا تروح كرامتنا الرصيف الرصيف له شخصيه، الرصيف له شخصيه احسن يكون يحشر اذا حاكي الرصيف، فاذا قال له انا ما يحشر الرصيف. لا لا صور هذا صور على شخص هم بيع مي وجيجاي بيع مي والله بس بيع مي وجيجاي صافن وجاي تقرا بالوضع. اي دابا لان وضعيتي انا هسه المفروض راتب من الدوله معاق هسه معاق هاي رجلين اثنين كيس مال ادرار وبيع مي وجقاير بالسوق والعالم هم اللي لموا لي الفلوس واشتروا لي هالبسطيه هاي وفتحت بيها. اعطوك حقوق؟ هاي وين صار بالفجار؟ هاي سكر. ظروفي تعبانه وما عندي امكانيه. زين انا اقول لك مصدر منام وين؟ وين تنام؟ انام بالمدرسه حارس وانا بالمدرسه ما متزوج. زين في سبيل اطلع عيش يعني مال علاجك ودواء هاي شغلات تسويها. زين هذا السوق معيشنا كلها العالم. انت واحد منهم؟ انا من ضمنهم من ضمنهم انا. زين عايش من هالسوق هذا، عايش من خيرات هاي العالم. زين لا تقاعد؟ لا تقاعد ولا رعايه؟ لا رعايه. رعايه مشيت بيها؟ مشيت بيها. روح بعدين شهرين هاي الوعود تعلمنا عليها. زين اذان اذين ما صار عايشين على السوق حتى في شهر جيش ما كنت عايش دام اذين ولا هاي. زين هسه مثل ما تفضلت وقلت الرصيف مقدر ازيد من المواطن العراقي. والله صحيح هسه هذا خوش شوف عينك يعني. اي زين يعني مقدر ازيد من المواطن العراقي، مواطن عراقي دي يعيش على باب الله. يعني انا هسه اقدر اتجه لاي شيء. زين بس لا عايش طلع اللقمه نعمه. زين نعمه عايشين في الظروف هاي العالم. شوف كلها شباب وكل من اللي برقبته عائله وعائلتين. زين وثلاث عوائل ترى اغلبيتهم ثلاث عوائل بيها واربع عوائل. زين هسه ابو مالك اللي الرجال اللي يحكي وياك عنده ما شاء الله يعني ولد بالزوجين كلهم عوائل براسه. هو على السوق عايش؟ اي عايشين على السوق هذا. على السوق. يعني طلع عقودك مال يومي على السوق هذا. مشاهدينا الكرام هو بالتالي هسه هاي الحاله قدامكم، مثلا واحد هسه لا بالرعايه ماخذ حقه ولا المتقاعد ماخذ حقه ولا الناس هاي الكسبه اللي عايشين بالسوق ومسترزقين على السوق ماخذين حقهم. انتم مثلا هسه السوق متعزدوا هسه انتم هنا من تحشون بالقوانين هاي الحاله قدامكم هسه يعني ما مستحق رعاية؟ شوف وضعيته وبالسوق وهنا معتاش وهذا رزقه وتجون انتم بين فتره وفتره وشيء للعالم. يعني ما ادري هاي القرارات شلون تصدروها شلون ترتجدوها بس انتم حقكم. يعني هسه جاي نشوف ناس ما شاء الله كم مسؤول من ينزل حمايته توصل للفرع وطاقه تبريد وراتبه ملايين فما من يقول له يوميته 5000 ما يصدق. ليش؟ لان هو عشاء 50000 70000 و70000 قليل يعني بالورق نحكي مو صحيح؟ صحيح والله. انا رجال ادفع عربانة بسوق الساحه فاللي شو هم سوق الساحه. انا هسه قاعد وساكت وهنا هم جماعتنا واخوتنا يشتغلون هنا بهالسوق وهم جو راحوا يفلشون وين راح يروحون؟ اشتري تكتيك هم يلحقني المرور وهاي هم ياخذها من عنده وحجزوها وظالين فد رحمه الله الواسعه. وريتكم بعد انتم بعد منهم زين ربك موجود والحمد لله يا مزين بيد الله والحمد لله نحمد الله ونشكره بعد امنا بالله. عندك محل بالسوق؟ اي والله عندي محل بتك لافته اعطونا وعد
بان ماكو تفليش، وعد ماكو تفليش. هسه مخابرين الاخ انمار مخابرينه بان قال باكر نطلع عليكم ازاله. انمار ابو سيف، اذا اكو اخبار، اذا هسه اكو اخبار من بلدي، شنو الاخبار؟ شو تقول؟ شنو مسؤول التجاوزات؟ هسه مسؤول وصلتنا معلومه هسه حاليا، احنا بعد ما طلعنا مظاهره للباب وانت حضرتك كنت موجود ويانا، هسه وصلتنا اخبار يقول باكر مسؤول التجاوزات باكر نطلع نفلش السوق. وعود ما نعرف احنا غير وعود، ما نعرف هسه قو جاكم عضو برلمان. الاخ قال يمي نفس هذا ابوه يمي زين، هسه وين يمي يعني ما دارته قال انحلت المدير حل. احنا قدامكم يعني هاي الارتجالات هاي ما صار لها نص ساعة، يعني ما اعرف ما صار نص ساعة خلاص وترحون وقدام هسه يا باكر السوق نشيله. اي والله هسه ما صار جد، ما صار نص ساعة، ما صار نص ساعة اخذنا وعد روحوا ماكو تفليش. هسه جينا زين زين احنا شلون يعني ورانا نفتح؟ يعني انا هسه ما اقدر اتسوق، ما انا ما اقدر، انا قاعد هسه قاعد افتح ما افتح، انا قاعد يعني وجه حركتي ما اقدر اتسوق لان اخاف اتسوق وين اودي البضاعة. يعني عالم هاي وين تروح؟ هاي العالم وين تروح اذا تفلشت هاي الشباب؟ اعطوكم وعد ما تفلش هسه صار قدامك، يعني انت موجود كنت هناك ونائب برلماني اجي زين وهسه اختلف الحكي، يعني شغله نص ساعه اختلف الحكي، يعني هاي الشباب والعالم وين تروح؟ كلها كسبه وخريجين وكلها شهادات، يعني وين تروح هاي العالم؟ والله يعني يجبر الشاب يطلع من الطريق، يجبر الشاب يطلع من الطريق، روح شوف سلب بيع كريستال بيع حشيشه اي شيء. هاي هم الدولة، هم هي الدولة، هي الدولة تجبرك على هيك، الدولة تجبرك على هيك. يعني اذا صار المواطن مقصود اليوم انا اضغط عليك اطلعك من المسار مالتك، قد انت ملتزم اخلاقيا وقد تعبان على نفسك وقد انت انسان دجاهل على مود عيشتك، هو ده يقول لك انا ما ذكي شيء، انا اريدك تطلع على الطريق في سبيل اذبك بالسجن، لو تنقتل لو اذبك بالسجن. ما ترى ما هي مسؤوليه الدوله اليوم، اليوم مو مناشده لا خلف اطلع اليوم. هسه شوف عينك بعد الدوله غصبا على الدوله توفر لي عيشه، انا مو جاي اجنبي، انا مو جايك، جايك بنغالي، بنغالي الاحترام اكثر من عندي، بطاقه صحيه تامن له سكن وتامن له راتب وتامن له سفر روحه جايه وتعطي راتب ارقى راتب، والمواطن العراقي مهمش وين بتروح؟ زين هسه العراق شنو خلي يطلع المسؤول على 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 الفضائيات يقول وفرنا كذا كذا فرص عمل للمواطنين، عندك معمل؟ عندك مصنع؟ شنو العراق؟ العراق شنو ينتج العراق؟ بلد مثل العراق يصدر نفط يستورد شبس؟ عار على الحكومه، والله عار، عار اي نصدر نفط، نفط نصدر اول ثاني دوله بالعالم زين، واقتصادنا عبر العالم كليته، نصدر نفط نستورد شبس، نستورد شبس من دول الجوار. يعني الشبس ما يقدر نصنعه بالعراق زين، وين يروح المواطن؟ يعني خل تخجل الدوله على نفسها، كافي من المناشده اليوم غصبا على الدوله توفر. شنو وين نروح احنا اصحاب عوائل؟ وين نروح؟ وين نروح احنا اليوم من الشباب؟ هاي الشباب جايه طالب بحقها، هاي الشباب كلها قاعده عطاله بطاله. اتحداك شاب هسه بجيبه اكثر من 15000 بجيبه، هاي بجيبي، هاي بجيبي 8000 دينار. اجي اللي جاي حتى اشتغل، اجي اللي جاي حتى اشتغل، تركض وراي البلديه، يركض وراي حزب، يركض وراي فلان، يركض وراي فلان، ليش؟ وفر لي بديل؟ وفعوف البديل. لا لا انا لو عندي راتب 350000 يجيني بالشهر، كفي لك الله ما اجي اللي جاي من الثنتين ونص افتح لحد الاربعه ونص افتح، من اللي يفتح ساعتين ونص؟ غلط كلهن انقلهن واطلعهن من محل لمحل، من شمبر لشمبر حتى اجي افتح. والدولار صاعد، عيشه صاعده، كل شيء صاعد، وانت تجي فوق راسي تهبد. انت تجي تصعد على اشتافي، تجي تصعد على اشتافي، انا انتخبتك وصعدتك ونفس هذا الدرج تصعد عليه تريد تطمن بيه مثل النعامه، تنزل راسي على شنو؟ على شنو جاي تنزل راسي؟ يجوز جاي شاهد دول المترفين يقول لك ليش ما تاجر محل تروح تاجر بمول؟ اجر بمول، اي اجر بمول، والبضاعه مالتك صاعده، البضاعه مالتك صاعده، انا بالدرزن جاي اربح لي 2000 دينار، 2000 دينار وبجيب 8000 دينار، هذا ظاهره كله، هذا ظاهره كله حبوب وما ادري شنو، 40000 انا ما عاد اروح الدكتور جلديه. ومين يروح الدكتور المنطقه الشعبيه؟ شو تسولفون انتم؟ نجي اللي جاي تصقعنا الشمس، من يتحمل يجي اللي جاي من الثنتين ونص بالشمس، درجه الحراره مالتك 70. هو مجبور. شكو؟ تشينكو قاعد جوا، تضرب بيه الشمس من لما ينتهي. ويجيني يقول لي ها انت متجاوز، لك بابا هذا العراق هذا البلد انا انطيت بيه شهداء، انطيت بيه انواع واشكال دم.
تجي يوميا انت تريد تفلشني، يوميا تجي على سالفه، يوميا تجيني على سالفه، مره والله انت ماخذ الرصيف. يا الاحسن يا الاحسن اللقمه الحلال اللي جاي اكلها لو الرصيف. الرصيف راح ايش راح اسوي بيه؟ اسوي بيه منتزل؟ منتزل يكثر بيه الفساد؟ اكو غيرها؟ سويت لي بيت انت؟ سويت لي سكن؟ سويت لي مصدر رزق؟ احنا شباب جاي ندور على مصدر رزق صح، نريد ناكل لقمه صح. جاي يجبرون العالم تروح الحزب لو تروح الشزمه. يعني هسه اذا نشوف يمكن بس الفقير جايين علي اللي قاعد مثلا بناله تشينكو وبناله بلوكري منظم ركضت وراه، اللي يشتغل بسوق وباني له تشمبر ركضت وراه، وناس على مستوى روس كبار وغيره وحيتان، مو ما اريد اقول بالدوله فقط، باقي الامور وباقي الاشياء وباقي الاماكن التجاريه يطبون بها، ذولاك جاي نشوفهم ما حد يوصلهم وقادرين على الفقير. وشوف عينك انتم هاي الفقره العالم اللي موجوده هنا اللي جاي تجمون عليها اللي جاي تركضون وراهم، هم اللي صعدوكم، هم اللي وقفوا البلد، هم اللي راحوا وقاتلوا. تجين انت مثلا على الفقره والله شيل وانت ما تدري شنو بوضعهم، يعني هسه الاخ هنا ما عنده فلوس يروح يراجع طبيب غير الاف. بس هذا ما يراجع طبيب، هذا متواصلين وياكم، خليكم وياهم. وضع السوق حاليا خوف، هو منتهي هسه حالي، تهديد مستمر. عندنا مدير بلديه شعله علي الساعدي سلك مسلك حزب البعث، قام يجي ياخذ المواطن ياخذ ابو المحل يسجنه وما يطلعه الا يزيل المحل ويصور. بس صدام سواها وهالسواد جاي يسويه، ظلم مستمر، القضاء متعاون وياه كله، فساد مستمر. عند ابن عمي صاحب محل اجوا واخذوه وما يطلعونه لليوم، صار لأربعة أيام. شنو الذنب السوا؟ شنو الذنب السوا الارتكب؟ والله عده محل على باب الله يأخذونه، والإرهابي يفتر بالشارع، الإرهاب مستمر بالشارع، الدواعش بالشارع، كل هذا الفساد بالشارع. بس هذا مواطن جاي يعيش ويدافع على رزقه يسجن، قيم عليه دعوة ليش يجي؟ وبالتالي حق الرد مكفول لجميع الأسماء اللي وردت بهذه الحلقة. حجينا قبل الختام شو تحب تقول؟ والله شو نناشد الحكومة، يعني احنا كل ساعة نناشد، والوعود بالنسبة للحكومة أي مناشدة ما تخدمنا، نناشد نناشد ونخلصها مناشدات حياتنا، بس ما قدموا للشعب كل شيء، ما قدموا. بالنسبة لمدير بلدية الشعب احنا نشكره إذا قدم لنا شيء وساعدنا، نشكره جزيل الشكر، هو والأستاذ حسن الخفاجي مشكورين، مشكورين جزيل الشكر، وقناتكم الموقرة احنا نشكرها ونشكر خدمتكم وتعبكم من الصبح لحد الآن، ومشكورين جزيل الشكر وبارك الله بكم وكل من يهتم بالقنوات ويساعد الشعب. اما بالنسبة لبقية القنوات آسف كلها تحزبية، كلها ضد البلد، كل القنوات لو خلوا يتقلب بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من قناتكم هذا نوصل صوتنا. لا اشكرك جزيل جزيل الشكر. نعم مشاهدي الكرام، وبالختام يعني نتمنى انه موضوع سوق صنعاء ينحل بأقرب وقت، لأن مثل ما تشوفون آلاف العوائل هنا مسترزقة وهذا رزق، والشارع ما مأذي يعني حتى ما مأثر على المنطقة، هذه المنطقة بالتالي هم المستفيدين من هذا الموضوع، مو فقط أصحاب المحلات، لأن على اعتبار السوق قريب يمهم ويجون يستوقون منا، فأي أذية ماكو يعني على أي طرف. لكن ما نعرف يعني هاي القرارات وهاي الارتجالات اللي بالقرار جاي تصير ما نعرف شنو تفسيرها، يعني مقصودة أو ما مقصودة، فبالتالي نتمنى الحل بأقرب وقت. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يام الناس، وأيضا أنوه أنه حق الرد مكفول لجميع الأسماء اللي وردت. شكرا.